مرحبا ويسعد لي أيامكم وكل أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية وأنتوا عم تشوفوني بهذا الفيديو. بما أنه نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، فحبيت أعمل شوية تحضيرات وأشارككم فيها، وإن شاء الله رمضان مبارك على الجميع. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. حبيت أورجيكم الوصفات يلي جهزتها بمقدمة الفيديو. بتمنى تكملوا معي الفيديو للأخير، بس قبل ما نبلش بتحضير الوصفات فحبيت أشارككم هيك روتين صغير. فات الصبح عندي كتير شغل اليوم، زوجي نزل على الشغل وابني راح على المدرسة ووديت بنتي الصغيرة على المدرسة، ونزلت على السوق اشتريت شوية أغراض ورجعت. أول شي سقيت زرعاتي، حبيت أقلكن بعد ما حطيت زرعاتي على شباك البلكون بلشوا ينمو ويطلع لهم ورق. هلا اكيد رح تسألوني ليش حاطة وسخ السجاير بقلب الزريعة؟ لانه الزريعة عندي كان فيه حشرات طائرة، فقالت لي جارتي انه حطي بقلبه وسخ السجاير كله بيروح، وعن جد هيك سويت كله اختفى وما ضل فيها ولا حشرة. فحبيت اعطيكم هاي المعلومة كمان. وهدول زريعاتي بالصالون، هدول لسه ما تحركوا من محلهم، فهدول كمان عم بفكر احطهم برا. في عندي هاي الزريعة كل ما بيطلع له ورق قبل ما يفتح الورق هيك بيصفر وبتيبس وبتموت بعدها، فما عرفت شو السبب. وهلا بدي اعمل لي قهوة واشربها معكم، بتمنى انتو كمان تقوموا تعملوا قهوة نشربها سوا. انا يمكن قلت لكم قبل هلا انه انا ما بحب اشرب قهوة لحالي الا يكون معي حدا، فما بستطعم فيها. فبما انه في عندي فيديو حبيت اشربها معكم. انا لما بعمل قهوة وبشارككم فيها كتير بستلذ فيها، بتخيل حالي قاعدة معكم وعم بشربها معكم. بما انه نهاري اليوم كتير شاق وفي عندي كتير تحضيرات، فحبيت اروي قبل ما ابلش بتحضيراتي. اول وصفة رح نعمل مع بعض نجت الدجاج. انا هاي الوصفة عملتها قبل هالمرة ونزلتها على قناتي. في عندي هون صدر دجاج كامل اقل من كيلو، تقريبا 700 او 800 جرام. في عندي بصلة، في عندي سنين من الثوم، في عندي خبز توست، في عندي كمان 4 و5 شرحات من خبز توست. انا بالفيديو السابق حطيت بدل الخبز حطيت بقسماط، فكتير سألوني قالوا لي شو يعني بقسماط، حتى نزلته على تيك توك عندي فسألوني، فقلت هالمرة خليني احط فيه خبز. البقسماط هو مطحون الكعك او مطحون خبز مجفف. وهلا رح نبلش بتجهيز الوصفة. رح ارطب الخبز بشوية مي مقدار نصف كاسة او ربع، ورح اديرهم كلهم على الماكينة. اذا ما في عندكم ماكينة ممكن تديروها على محضرة الطعام، انا كتير مجربة وحتى منزلة على قناتي كمان، بتفرم كتير منيح، بس حبيت اصور هاي المرحلة لحتى اورجيكم انه ممكن نحط معه خبز توست او خبز صمون او حتى خبز سوري، ممكن هيك نبليه مي شوي ونطحنها مع الصدر. ممكن تجيبوا صدر مفروم جاهز من عند القصاب كمان، بس انا بحب اجيب صدر كامل واغسله اول شيء، انقعه بالمي وملح وبعدين اديره على الماكينه. هيك بعد ما فرمناها على الماكينة رح حط التوابل. حطيت معلقة وربع من الملح، حطيت زنجبيل مطحون، حطيت كمان فليفلة ناعمة، حطيت شوية فلفل أسود. هدول هنن البهارات يلي بستخدمهم، وحطيت معه ثوم وبصل. درته مع اللحمة على الماكينة، ممكن تستبدلوه ببودرة الثوم أو بودرة البصل كمان بصير. وهون رح نحتاج بيض للمرحلة اللي بعدها، رشيت عليه رشة ملح مع رشة فلفل أسود ومقدار معلقتين من الحليب. رح نخلطهم مع بعض كتير منيح، رح حطه على طرف بعدين رح نشتغل فيه. في عندي هون كمان طحين وفي عندي بقسماط. هلا هون رح أشكل أقراص النجت. بالنسبة لتشكيل الأقراص ممكن تشكلوه بالشكل والحجم يلي انتو بتحبوه، انا رح امده بهاي الطريقة. اول شي جبت كيس نظيف، كيس خبز، دهنته شوية زيت مشان ما يلصق فيه وما يعذبني وقت التشكيل. رح حط شوية زيت على ايدي كمان حتى يسهل علي التشكيل.
وهيك مثل ما لكم شايفين مديته على الكيس او على النايلون. ممكن تمدوها بصينية وبعدين تقطعوها، بس انا حسيت هيك طريقة الكيس اسهل. وبعد ما شكلته بهذا الشكل ما رح يكون عندي سميك ولا كتير رقيق، يعني مقدار تقريبا 1 سنتي. وهلا رح اقطعه بالسكين مثل ما واضح عليكم. مثل ما قلت لكم ممكن تقطعوه على شكل دوائر او اي قطعه دائريه موجوده عندكم، ممكن تسووها على شكل مثلث، فانا حبيت هذا الشكل. بعد ما قطعته رح احاول الم الزوائد اللي على الاطراف واشكلها بهذا الشكل. بتمنى تجربوا هاي الطريقه لاولادكم، كتير رح يحبوها، خاصة الأولاد كتير بحبوا هيك أكلات سريعة. أو ممكن نعملها سندويشات أو نحطها بقلب الخبز الصمون، لأولادنا كتير رح يحبوها. وهيك مثل ما لكم شايفين خلصت التشكيل. هلا رح ننتقل على المرحلة يلي بعدها. أول شي رح حط القرص بقلب الطحين، أغطيه كتير منيح، وبعدين رح نحطه بقلب البيض، وبعدين بالبقسماط او فتاتات خبز او مطحون كعك حسب ما انتو بتسموه. انتو ممكن تحطوا الاقراص بالبراد تريحوها شي ساعة قبل ما تشتغلوا فيه اذا كان الجو عندكم شوب، بس انا الجو عندي برد فورا اشتغلت فيهم. انا قبل رمضان بحب اعمل هيك شوية تحضيرات احطها بالفريزر، مثل ما بتعرفوا شهر رمضان هو مو بس اكل وشرب، فهو شهر عبادة كمان، لازم نتقرب من ربنا كمان. هيك لما بكون في عندي وصفات جاهزة بالفريزر بطالعها قبل بساعة من الفريزر، وبساوي جنبها شوربة، ممكن أعمل صحن فتوش أو سلطة بطاطا مقلية. هيك خلصنا أول وصفة صارت عندي جاهزة. هلا رح ننتقل على الوصفة اللي بعدها، هي شاورما. لتجهيز الشاورما رح نحتاج كاس صغيرة من زيت نباتي أو ممكن نحط زيت زيتون، معلقتين كبار من اللبن، وكمان رح نضيف نصف معلقة من الثوم المهروس أو ممكن تحطوا بودرة الثوم كمان بصير، ومعلقة من البصل المهروس. أنا البصل هرستون على محضرة الطعام أو ممكن تفرموها فرم كتير ناعم. حطيت كمان تقريبا نصف كاسة صغيرة من عصير الليمون، حطيت معلقتين كبار من خل، ونصف معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، مع شوية ملح، مع رشة فلفل أسود، فليفلة ناعمة. في عندي هون بابريكا حلوة، البابريكا بيعطي لون حلو. وكمان رح اضيف معلقة من زنجبيل بودرة، وممكن تحطوا زنجبيل تازة اذا في عندكم. رح اضيف معلقة كبيرة من بهارات الشاورما. رح احط لكم مقادير الوصفات كلها بصندوق الوصف. كمان في عندي هون كيلو من صدر دجاج، او ممكن تاخدوا ورك الدجاج كمان بصير، بس ولادي بحبوا الصدر اكتر فانا بستخدم صدر الدجاج دائما. انا فرمته عند اللحام، خليته يفرم لي اياها مشان اوفر على حالي شغل. اذا رح تفرموها بالبيت هيك نفرمه على شكل اصابع رفيعه. وهيك وصفه الشاورما صارت عندي جاهزه، رح عايفة ساعه بالتتبيله وبعدين احطها بالفريزر. وهلا رح ننتقل على الوصفه الثالثه. في عندي هون اسكالوب دجاج او باني حسب ما انتم بتسموه، هدول شرحات صدورة من دجاج. هدول كمان خليت اللحام يشرح لي اياهم، لانه بيضل تشريحة اللحام او تقطيعته بتكون هيك منظومة اكتر. لتتبيلة سكالوب الدجاج رح نحتاج معلقة كبيرة من اللبن، في عندي معلقة من بصل مطحون او مفروم ناعم كتير، او ممكن تحطوا بودرة البصل او بصل بودر. حطيت معلقتين كبار من عصير الليمون ومعلقتين كبار من خل ابيض. بالنسبة للبهارات حطيت ملح حسب الحاجة، فليفلة حمراء، بابريكا، رشة فلفل اسود، وكمان حطيت زنجبيل بودرة،
هدول هن البهارات يلي بستخدمه للسكالوب الدجاج، كتير طيبة، بتمنى كمان تجربوها. وهيك الصوص صار عندي جاهز، راح حط الشرحات بقلب الصوص وأدهنها كتير منيح من الطرفين. وهيك وصفة سكالوب الدجاج صارت عندي جاهزة، راح أتركها كمان ساعة بالتتبيلة وأرجع لكم بالخطوة اللي بعدها. وهلا هيك بعد ساعة تشربت كل التوابل. في عندي هون بيض خفقته كتير منيح، عندي بيضتين، في عندي طحين، وكمان في عندي هون شيبس أنا طحنته كتير منيح رح أغطسه فيها. أول شي رح أغمره بالطحين مثل مواضح عليكم بالفيديو، بعدين رح أحطه بقلب البيض من الطرفين، وبعدين رح أحطه بقلب الشيبس حتى ياخد من الطرفين كمان. ممكن نستبدل الشيبس بالبقسماط كمان، بس إذا نغطيها بالشيبس بيطلع أطيب وشكله ومنظره أحلى كمان. وهيك رح حطهم بالصفد وغطيهم بنايلون وحطهم بالفريزر. رح أكمل كل الكمية بنفس الطريقة. حبيت أعطيكم معلومة، قبل ما نحط أي شي بالفريزر ضروري نغطيها بنايلون حتى ما تروح نكهتها. وهيك سكالوب الدجاج صار عندي جاهز كمان. رح ننتقل على الوصفة الرابعة، وهلا رح نعمل مع بعض آخر وصفة، أسياخ الدجاج التندوري. أنا عملت هاي الوصفة قبل هلا ونزلتها على قناتي، رح أترك لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. في عندي هون كيلو من صدر دجاج مقطع. رح نحتاج لهي الوصفة معلقة كبيرة من اللبن، عصير نصف ليمونة، في عندي كمان معلقة كبيرة من بصل فرمتهم على محضرة الطعام. بالنسبة للبهارات في عندي هون مجموعة من البهارات، في عندي بابريكا، في عندي كركم، عندي ملح، عندي فليفلة حمراء، عندي فلفل أسود، في عندي توم بودرة، في عندي بهارات كاري، وفي عندي زنجبيل. رح أترك لكم المكونات كمان بصندوق الوصف. وكمان رح نحتاج نصف كاسة من زيت نباتي. رح حط كمان ملون طعام، إذا بتحبوا لون الدجاج يكون معكم أحمر رح حط نقطتين بس من ملون طعام لون أحمر، هذا مكون اختياري، أنا ما كترت حطيت بس نقطتين. وهيك الصوص صار عندي جاهز، رح حط الدجاج بقلبه ونخلطهم كتير منيح مع بعض، وراح اتركه ساعة على طرف بعدين اضمهم بالسياخ. وهيك شكله بعد ساعة راح اضم مكعبات الدجاج بقلب السيخ واحطهم بالصفد، هيك بيكون جاهزين. برمضان بطالع كم سيخ بحطهم بالفرن او ممكن اشويهم بالشواية، وبساوي جنبه صحن رز. وهيك كمان بكون وفرت على حالي وقت، لأنه برمضان كتير بصراحة أنا بكون مشغولة، وقبل العيد بيكون في تجهيزات للعيد، مننزل على السوق مثلا نعمل كعك العيد، وإن شاء الله كمان رح أعملكم فيديو تاني تفريز الكبة والشيش براك، كمان سمبوسك إن شاء الله إذا ضل معي وقت. وهيك وصفاتي صارت جاهزة ووصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا معي بالفيديو. إذا حبيتوها بتمنى تتفاعلوا وتشاركوا أصدقائكم معكم، لأنه التفاعل والدعم هو اللي بيعطيني دافع أكتر إني أقدم وصفات أكتر وأستمر وأقدم المزيد دائما. وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء دائما بفيديوهات جديدة. باي باي.